لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا نحن بصدد القراءة في كتاب سنن أبي داود، في كتاب الصيام. توقفنا عند قول أبي داود رحمه الله: باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده، أي يسمع النداء يعني الأذان والإناء على يده، سواء للشرب يعني أو في يده طعام. فذكر حديث قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ظاهر الحديث أنه إذا سمع أذان الفجر وفي يده إناء أو على يده إناء يشرب منه، أنه يكمل شربه حتى ينتهي، حتى لو سمع النداء. وهذا يعارضه قول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وحتى هذا يعني يدل على أن هناك غاية محددة، هناك غاية محددة ينتهي عندها الطعام والشراب، وهو طلوع الفجر، أو يعني حتى يتبين لنا بياض النهار من سواد الليل كما هو في الآية. وإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان هناك غاية محددة فلا يجوز تجاوزها. ويحمل هذا الحديث على أن سماع النداء هنا هو سماع نداء بلال، وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فإنه يؤذن بليل. فيكون الكلام هنا على الأذان الأول وليس الأذان الثاني، لأن الأذان الأول لا يمنع الإنسان من الطعام والشراب، وإنما يوقظ النائم وينبه الغافل، ويجعل يعني الناس في حالة تأهب واستعداد للأذان الثاني اللي هو أذان الفجر. ولذلك جاء الحديث: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وحتى هنا برضو انتهاء غاية، يعني هناك غاية ينتهي عندها الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا يدل على أن الأكل والشرب والجماع إنما هو إلى أذان الفجر. فإذا أذن الفجر، فإذا كان مجامعا فلينزع، وإذا كان يشرب فليتوقف، أو يأكل فليتوقف، حتى إذا كان في فمه لقمة لا يبتلعها وإنما يمجها يخرجها، لأن هناك وقت انتهى عنده المسموح والمباح في الطعام والشراب. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا يدل على أن هذا الحديث محمول على أذان بلال وليس على أذان ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم يؤذن للصلاة ويؤذن أيضا لامتناع الصائم وإيقاف لامتناع الصائم عن الطعام والشراب. يعني من كان سيصبح صائما ينبغي أن يتوقف عن الطعام والشراب.
فكما ذكرنا يعني في المرة السابقة أن الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة اللي هي صلاة الفجر. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام المعنى قال هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء الليل منها هنا وذهب النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. هذا الحديث أورده أبو داود رحمه الله لبيان وقت إفطار الصائم، ووقت إفطار الصائم هو غروب أو سقوط قرص الشمس الأحمر. إذا سقط قرص الشمس الأحمر كاملا وغاب فهذا وقت الإفطار، وهو وقت صلاة المغرب، أول وقت صلاة المغرب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أشياء هنا، فقال: إذا جاء الليل منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، يشار إلى جهة المشرق، وذهب النهار منها هنا اللي هو جهة المغرب، وغابت الشمس، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. يبقى ثلاثة علامات، أي واحدة فيهم تدل على الثلاثة. يعني إذا جاء الليل منها هنا أي من جهة المشرق فده وقت المغرب، وذهب النهار منها هنا اللي هو من جهة المغرب فهذا أيضا دليل على وقت المغرب، وغابت الشمس فهذا أيضا دليل على وقت المغرب. الثلاث علامات يدلون على شيء واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة لأن الإنسان قد يكون في مكان يغيب عنه أشياء ويظهر له أشياء. يعني ممكن الإنسان يكون في مكان لا يرى المغرب، يعني يكون بينه وبين المغرب جبل فلا يراه، فهو لا يرى إلا المشرق، فكيف يفطر إذا جاء الليل من إيه؟ من ها هنا، يعني من جهة المشرق. وقد يكون الإنسان موجود في جهة لا يرى فيها المشرق وإنما يرى فيها المغرب، يرى فيها المغرب، فحينئذ يرى الإيه؟ يرى الغروب ولا يرى ذهاب، يرى ذهاب النهار لكن لا يرى إقبال الليل، فيكون عنده علامة أخرى يستطيع أن يفطر بها. وغابت الشمس، وغابت الشمس، فغياب الشمس هو الدليل على، هو الدليل على ذهاب وقت وقت الصيام أو ذهاب النهار أو دخول الليل. فدخول الليل يأتي بغروب الشمس وهو سقوط قرص الشمس الأحمر كله، لكن ليست في كل الأحوال الإنسان يرى. يعني ونحن في البنيان هنا لا نرى غروب الشمس، لكن ممكن لما تطلع على البحر تلاقي سقوط قرص الشمس الأحمر وتلاقيه هو بينزل لغاية ما يغيب تماما خلف خلف البحر، لكن ليس كل الناس يراه. فأناس يرون المشرق وأناس يرون المغرب وأناس قد يرون سقوط قرص الشمس الأحمر، وهذا يتحقق به إفطار الصائم. فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، يعني صار الإنسان مفطرا وإن لم يأكل. يبقى كده خلاص صار إيه؟ صار مفطرا حتى وإن لم يأكل ولم يشرب، لأن وقت الصيام انتهى والليل ليس محلا للصيام، والليل ليس محلا للصيام. علشان لو واحد حب يواصل يقول لك أنا حواصل الصيام وكتر ساعات الصيام وحواصل مثلا يومين ثلاثة ورا بعض، خلاص هو طالما جاء وقت الغروب فقد أفطر، سواء هو أكل أو لم يأكل فقد أفطر الصائم، علشان كمان يمتنع عن الوصال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، كما سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وهو أن يمتد وقت الصيام إلى ساعات فوق الساعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام فيها.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا بلال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت؟ قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. يعني هذا الحديث فيه أن بلالا كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر جهة المشرق فوجد الليل قد أقبل، فقال انزل فاجدح لنا. اجدح لنا يعني هو صنع طعام، والجدح المجدح ده عبارة عن ايه؟ عن عصاية فيها عصايتين متعارضتين من تحت زي المفرق بتاع البامية، كانوا يفرقوا بيه البامية كده، فده بيبقى فيه عصاية وبعدين عصاية بالطول وعصاية بالعرض كده، فلما يلفوها تضرب الايه؟ تعمل زي الخلاط، زي مضرب البيض ده، المضرب القديم عبارة عن عصاية وفيها عصايتين متعارضتين في الآخر، فلما يلفها بإيده كده تضرب تعمل زي الخلاط. فكان يضع القمح ومع اللبن ثم يضرب بالمجداح كده علشان يتمكنوا من شرب هذا المشروب. قال فانزل فاجدح لنا. قال يا بلال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو أمسيت، لو انتظرت حتى يأتي المساء، يعني الشمس ما غربتش، هذا في نظر مين؟ في نظر بلال. وبلال لا يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مش واخد باله من الشمس، مش واخد باله من الشمس. أحيانا بيبقى في أيام الصيف الشمس حتى بعد غروبها بيبقى ما زال الضوء منتشر، الضوء منتشر يعني، فاللي مش شايف غروب الشمس يظن بقاء الايه؟ بقاء النهار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذهاب النهار منين؟ من نظر جهة المشرق، فوجد الليل قد أقبل من جهة المشرق، ولم يكن ناظرا لجهة المغرب. فبلال نظر المغرب ورأي شايف ضوء كبير، فقال يا رسول الله لو أمسيت، لو انتظرت حتى يأتي المساء، بيحاول يلفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم علشان ينظر إلى ايه؟ ينظر إلى جهة المغرب. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني النهار لسه موجود، النهار ما زال موجود. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، يعني من جهة المشرق، إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. يبقى في ثلاث علامات النبي صلى الله عليه وسلم بينهم: إقبال الليل من ناحية المشرق، وإدبار النهار من ناحية المغرب، وغروب الشمس، غروب الشمس وهو سقوط قرص الشمس الأحمر، سقوط قرص الشمس الأحمر، وليس ذهاب الشفق. يعني بعد ما الشمس تغرب بيفضل ايه؟ يتبقى ايه؟ الشفق الاحمر. غياب الشفق الاحمر ده هو دخول العشاء وليس دخول الايه؟ المغرب. المغرب يدخل بغروب قرص الشمس الاحمر، انما بغياب الشفق الاحمر يدخل الايه؟ يدخل العشاء، يكون هذا وقت العشاء وياتي تشابك النجوم. باب ما يستحب من تعجيل الفطر. قال ابو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمورا: الأمر الأول فضيلة تعجيل الفطر، فضيلة تعجيل الفطر، أن الصائم عليه أن يعجل الفطر،
بمجرد غروب الشمس يفطر ويبدأ بالإفطار، يبدأ بالإفطار قبل الصلاة، قبل أن يصلي يبدأ بالإفطار ويعجل بالفطر. الأمر الثاني بقاء الدين نقيا متى حقق المسلمون الولاء والبراء، وهو ألا يتشبهوا بغيرهم من الكفار، لأن التشبه بالكفار يؤدي إلى فساد الدين، يؤدي إلى فساد الدين، والتشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بالباطن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. إذا مخالفتهم هي خيرية باقية فيها في أهل الإسلام، وأن هذا يدل على أن الدين يبقى ظاهرا متى تميز المسلمون، لأن التشبه بالكفار، التشبه بالكفار هذا يعد نوع من الانكسار، يعد نوع من الانكسار، ويعد نوع من القبول لما هم عليه من الباطل، ويعد نوع من الرضا بما هم عليه من الباطل. وإن لم يكن هذا ظاهرا فسيؤدي إليه، فسيؤدي إليه. يعني هو الأمر بيبدأ بالإعجاب، الإنسان يعجبه الشيء ثم يحبه ثم يفضله على غيره، ثم يفضله على غيره، ثم يكون دينا له بعد ذلك، يعني يوالي عليه ويعادي عليه. يعني تصور أنت لو قاعد في وسط ناس من الزوات وبتاكل بإيدك اليمين أو بتشرب بإيدك، يستهجنون هذا، مع أن احنا المفروض احنا اللي نستهجن أن هم بيأكلوا بالشمال أو يشربوا بالشمال، لكن هم يستهجنون، مسلمين، هم ناس مسلمين، لكن صار دينهم وديدنهم أنهم يقلدون أهل الكفر في أكلهم، في شرابهم، في مشيهم، في أخذهم، في عطائهم، في أفعالهم كلها، ربما يقلدونهم تماما في كل ما يفعلون، ويصبح الإنسان يستنكر ويستهجن ما هو خلاف ذلك حتى لو كان من شرع الله ومن دين الله ومن أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يزال الدين ظاهرا متى كان المسلمون أعزة بدينهم، يعني الإنسان يبقى عزيز بدينه حتى لو كان فقيرا، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان مهزوما، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة موجودة عند أهل الإيمان حتى في حالة الضعف، حتى في حالة الفقر، حتى في حالة الانكسار، هم أعزة بهذا الدين، هم أعزة بهذا الدين. فينبغي أن يكون الإنسان عزيزا بدينه، يعني لا يستحي أن يظهر دينه، لأن ديننا ليس فيه عورة، العورة هي في دينهم الذي يدينون به، هم يدينون بدين البهائم، يعني الغرب والليبراليين والعلمانيين يدينون بدين البهائم، يعني ينزو الرجل على الرجل، وتنزو المرأة على المرأة، وينزو هذا على زوجة هذا، ويختلط هذا ويتبادل هذا زوجة هذا، وهذا يعاشر الكلاب، وهذا عاشر الحمير، وهذا كذا، فهذا ليس دين، يعني هذا ليس دين، نحن لا نستحي من ديننا، دينهم العري، دينهم التبرك، دينهم الاختلاط، دينهم الدعارة والمجون، هذا ما يدينون به، هذا ما يدينون الإباحية، شرب الخمور، أكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل، هذا ما يدينون به. فأما ديننا فيحرم ذلك كله، فديننا ليس فيه عورة كي نستحي منها. فالإنسان ينبغي أن يكون عزيزا بدينه، فعندما يكون عزيزا بدينه سيكون الدين ظاهرا في نفسه. يعني لذلك عندما يقولون الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. الدين لا يهدم، لكن هدم الدين في إيه؟ في نفسه، هدم الدين في نفسي. أنت لابد أن تقيم الدين في نفسك، لابد أن تقيم الدين في نفسك، وأن تكون عزيزا بهذا الدين، أن تكون أنت عزيزا بهذا الدين. ولذلك لا يزال الدين ظاهرا، هيبقى الدين ظاهرا، وهتبقى الخيرية في هذه الأمة أيضا كما يأتي في روايات أخرى.
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. فتبقى الخيرية، يبقى الفضل، يبقى اليمن، تبقى البركة في هذه الأمة متى أظهروا دينهم وخالفوا أهل الكفر في ما يتعبدون به. قال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي عطية قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنا ومسروق فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قلنا عبد الله، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني يسألان عائشة رضي الله عنها في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، فسألت من يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قالوا عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما، فقالت هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. يعني الإنسان يفطر في أول الوقت، يفطر في أول الوقت، والإنسان ما يحتاج إلى كثير في الإفطار، يعني لكي يتحقق الفطر ما يحتاج إلى كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. وأظن الماء متوفر لإيه؟ لعموم الناس، لأفقر الناس، لأقلهم إمكانيات يتوفر له الماء. نعم، اليهود والنصارى يصومون، يصومون. نعم، هو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام من قبلنا من الأمم كتب عليهم الصيام وإحنا كنا نصوم مثل صيامهم، لكن حدث تحريف في الصيام. هم كانوا يصومون، كتب عليهم الصيام 30 يوما كما كتب علينا، لكن التحريف حدث خاصة عند النصارى أنهم كانوا إذا دخلوا بلاد وافقوا أهلها حتى يدخلوا في النصرانية فيتركوا دينهم إلى دين الوثنية. يعني كيف انتقل التثليث إليهم؟ التثليث انتقل إليهم عندما دخل قسطنطين، ملك قسطنطين دخل النصرانية، وكانت أمه هي دخلت أولا النصرانية وأعجبها ذلك، فقسطنطين كان وثنيا يعبد آلهة شتى، فلما ضغطت عليه أمه قد يدخل النصرانية دخلها وأيد تعدد الآلهة اللي هي التثليث، وأيد من كان وضعه بولس، سموه بولس الرسول، من التحريف في الثالوث والأقانيم الثلاثة في التحريف، فصار يدين بالثالوث ويختبر الناس على ذلك ويحارب الموحدين الذين يقولون بوحدانية الله وأن عيسى رسول الله، فحاربهم وقتلهم وصار الدين هو دين الثالوث. فهم عندما يعني كان الصيام ينتقل مثلنا كده، يجي سنة سنين يجي في الحر وسنين يجي في الايه في البرد، فكانوا لا يطيقون الحر فثبتوا الصيام في ايه في الشتاء، ثبتوا الصيام في الايه الشتاء. احنا صيامنا متحرك، يعني احيانا صيام ياتي في فصول الصيف واحيانا صيام ياتي في فصول الايه الشتاء، بيتحرك. هو كان كذلك عندهم يتحرك، فثبتوه في الشتاء وزادوا 10 أيام فصاموا 40 يوما. ثم لما دخلوا على بلاد الموارنة وكانوا الموارنة لا يأكلون أصلا، لا يأكلون ما فيه الروح، ولا يأكلوا سمك ولا يأكلوا الدجاج ولا يأكلوا الحيوانات
البقر ولا الغنم ولا شيء من هذا، فوافقوهم على هذا في الصيام عشان يحركوهم، فامتنعوا عن الصيام عما فيه الروح فقط، خلوا الصيام عما فيه الروح فقط، وزادوا 10 أيام. بقى الصيام عندهم كم؟ 50 يوم، وهو صيام عما فيه الروح فقط، وليس هذا أصل صيامهم، ما هوش أصل صيامهم، لكن أصل صيامهم هو مثل صيامنا، يمتنعون عن كل طعم. هم ليهم أيام بيصوموها زي صيامنا كده، بس يفطروا في العشاء، هم يفطروا عند في العشاء مع تشابك النجوم، ودي وجبة واحدة يأكلوها ويقعدوا لغاية اليوم الثاني، أظن يصوموا 3 أيام أو شيء من هذا. لكن الصيام الأصلي بتاعهم حرفوه من 30، خلوه 40 وثبتوه في الشتاء، وبعدين خلوا الصيام عما فيه الروح وزودوا 10 أيام، يعني كفارة، بيزودوا حرفوا وزودوا إيه كفارة 10 أيام، فأصبح الصيام عندهم 50 يوم، وهو صيام عما فيه الروح فقط، لكن هذا ليس أصل صيامهم. أصل الصيام مثل صيامنا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فكان هو نفس الصيام، بس كان الصيام عندنا برضو في الأول زي صيامهم، إن احنا ناكل وجبة واحدة في الليل، ناكل وجبة واحدة في الليل ولا نأكل غيرها، وبعدين صار بعد كده إن احنا ناكل طول الليل، نشرب طول الليل بنزول قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، إلى آخر الآيات. حدثنا فعائشة رضي الله عنها ذكرت أن الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة هو من وافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ليس عبد الله بن عمر. والآخر الذي كان يؤخر هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. الحديث: باب ما يفطر عليه، باب ما يفطر عليه، أي ما يفطر عليه الصائم، أي ما يندب إليه وما يستحب الفطر عليه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور، فإن الماء طهور. إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، يعني الأفضل أن يفطر على التمر. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله فوائد مادية، لكن ليس الفطر على التمر من أجل فوائده المادية، وإنما نفطر على التمر لأنه كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يجد التمر فعلى الماء، يعني يشرب الماء، فإنه طهور. والماء طهور يعني للظاهر وللباطن، الماء طهور للظاهر والباطن، والله سبحانه وتعالى سماه كذلك، قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهو كما ذكرنا الإنسان يغتسل به ويذهب الدرن عن بدنه، وفي نفس الوقت أيضا ينظف ما في داخله بهذا الماء، لأن المريء كما ذكرنا يعلق به البكتيريا والجراثيم والميكروبات، ونتيجة طول الصيام يمتلئ المريء بمثل هذه الأشياء، إذا شرب الماء نزل ذلك في المعدة، والمعدة فيها حمضيات شديدة تقتل كل هذا الذي ينزل فيها، فالماء يطهر المجرى الطعام قبل نزول الطعام. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. يبقى التمرات لأنها ألين
وإن لم يجد فعلى تمرات، وإن لم يجد فيحسو حسوات من ماء. قال أبو داود رحمه الله: باب القول عند الإفطار، أي ما يقول من الذكر عند الفطر. قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن يحيى أبو محمد، حدثنا علي بن الحسن، أخبرني الحسين بن واقد، حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يعني كان ابن عمر رضي الله عنه يقبض على لحيته فما زاد أخذه، يعني في، وكان هذا يعني مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والمسألة فيها في الأخذ من اللحية، هذه مسألة ذكرناها، وأنها يعني هذا فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم من يأخذ بقول ابن عمر، والحقيقة أن ابن عمر كان لا يفعل ذلك إلا إذا حج أو اعتمر، وكان يتأول قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فكان يحلق الرأس ويقصر اللحية، يأخذ ما زاد على القبض، يعني يقبض على لحيته فما زاد بعد ذلك أخذه، وذهب إلى ذلك بعض أهل العلم وبعضهم يمنع من ذلك. والمسألة يعني فيها خلاف في فعل ابن عمر رضي الله عنه، لكن هذا يبقى على الكراهة، هذا حتى عند من يمنع من ذلك يبقى ذلك على الكراهة، لأن التحريم هو في حلقها وهي إزالتها بالموسي، أو الأخذ القريب من الحلق، الأخذ القريب من الحلق. وأما أخذ ما زاد على القبضة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وحتى بعد الخلاف الأمر سيبقى على الكراهة وليس على التحريم، لأن اللحية ورد الأمر بها بخمس صيغ لا تحتمل الأخذ منها، وهي: أوفوا اللحى، ارجوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، اطلقوا اللحى، وكل هذه الأوامر تدل على تركها على حالها، تركها على حالها. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته لا طولا ولا عرضا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، غزير شعر اللحية، كانت لحيته على صدره صلى الله عليه وسلم، وكانت تعرف قراءته من اضطراب لحيته، يعني اللي واقف وراه يعرف أنه بيقرأ من اضطراب لحيته، وهذا يدل على أن اللحية كانت بتبان حتى من ظهره صلى الله عليه وسلم لغزارة شعر اللحية عنده صلى الله عليه وسلم. فقال: كان ابن عمر رضي الله عنه يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. وابن عمر من أكثر الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لكن ليس هناك ثمة معصوم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله. يعني المشيئة هنا ليس في ذهاب الظمأ وابتلال العروق، لأن هذا يحدث، يعني هذا يحدث قطعا، أن الإنسان إذا شرب ذهب الظمأ وابتلت ليه؟ وابتلت العروق. والإنسان لا يقول إن شاء الله في الشيء المتحقق، يعني لو واحد قال له اسمك ايه ما يقولوش اسم محمد ان شاء الله، لا ما ينفعش، هو خلاص هو اسمه محمد انتهى، شاء الله ان يكون اسمه محمد، شاء الله ان يكون اسمه محمد انتهى، ما يقول ان شاء الله، ما يعلق بالمشيئة، ما يعلق ذلك بالمشيئة، لكن يقطع بذلك في الاشياء المقطوعة، لان هذه بدعة المرازقة انهم يعلقون الاشياء كلها على المشيئة حتى المتحقق منها، حتى المتحقق منها. إنما غير المتحقق لابد من تقديم المشيئة فيه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني تقول أنا سآتيك إن شاء الله، سأوفي معك إن شاء الله، سأبيعك هذا إن شاء الله، فهذا فيما يستقبل، فيما لم يقع من الأفعال نقدم فيه المشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى
ذكر المشيئة في أمر متحقق حتى يتعلم الناس أن يقدموا المشيئة في غير متحقق، فقال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، مع أن هذا في علم الله متحقق، في علم الله متحقق، لكن ذكرها الله، ذكر الله سبحانه وتعالى المشيئة هنا في المتحقق حتى يذكر الناس المشيئة في غير الايه، في غير المتحقق. فإن شاء الله هنا في ثبوت الأجر، إن شاء الله هنا تبقى في ايه، في ثبوت الأجر، لأنه ليس كل عمل تعمله يترتب عليه أجر، قد يقع فيه ايه، فساد، قد يقع فيه فساد يفسد العمل بحيث أنك تفعل الفعل ولا تأخذ عليه أجر، ولا تأخذ عليه أجر. فيكون هنا المشيئة هنا مرتبة على إيه؟ على ثبوت الأجر، وليس على ذهاب الظمأ وابتلاء العروق، لأن هذا شيء إيه؟ شيء كوني، هذا شيء كوني، أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء لذهاب الظمأ وابتلاء العروق، يعني رتب الله سبحانه وتعالى أسباب تحقق نتائج، يترتب عليها نتائج. فقال ذهب الظمأ وابتلت العروق، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يعني صار هذا أجر ثابت عند الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل الإنسان إذا قيل له أنت مسلم مثلا يقول أنا مسلم قطعا، قطعا لا يقول مسلم إن شاء الله، لا يقول مسلم إيه؟ إن شاء الله، لأنه إذا لم يكن مسلما كان كافرا، إذا لم يكن مسلما كان كافرا، فما ينفعش يقول أنا مسلم إن شاء الله، أنا مسلم مسلم. لكن إذا قيل له أنت مؤمن ممكن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وحمل ذلك على كمال الإيمان، لأنه جميعنا مؤمن ناقص الإيه؟ ناقص الإيمان، عنده من المعاصي ما ينقص إيمانه، فيمكن يعلق الإيمان على المشيئة، لكن لا يعلق الإسلام على الإيه؟ على المشيئة، لابد أن يجزم بأنه مسلم. لكن إذا قيل له أنت مؤمن يقول مؤمن إن شاء الله، يقول مؤمن إن شاء الله. قال أبو داود حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن حسين عن معاذ ابن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فهذا فيه إظهار التعبد والتنسك لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل في أنه صام لله، وفيه شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أنه أفطر على رزق الله، أفطر على رزق الله، على ما رزقه الله سبحانه وتعالى من النعم، هذا فيه شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه، فيقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فيشرع للصائم أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال أبو داود رحمه الله باب الفطر قبل غروب الشمس، باب الفطر قبل غروب الشمس، يعني إذا وقع من الإنسان الفطر قبل غروب الشمس. حدثنا هارون ابن عبد الله ومحمد ابن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء، قال وبد من ذلك، وبد من ذلك. طبعا الحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، لكن هذا فيه فهم هشام لهذا الأمر أنه كان لابد أن هم يأتوا بالقضاء. والصحيح الذي ذكرناه أنه إذا أكل الإنسان أو شرب
ظنا بقاء الليل أو ذهاب النهار فليس عليه شيء، فليس عليه شيء، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا كان الناس إذا أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، فكذلك من أكل مخطئا، من أكل مخطئا فإنه لا شيء عليه، إذا أكل أو شرب مخطئا فلا شيء عليه، لأن الآية قال فيها ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، أن الله قال: قد فعلت، يعني أني لا أؤاخذ من نسي أو أخطأ. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أكل الإنسان ظنا بقاء الليل، أن الليل لسه موجود، أو النهار ذهب يعني غربت الشمس، فلا شيء عليه، لا شيء عليه. إذا تبين له بعد ذلك أن النهار موجود هيمسك بقية اليوم، حتى ولو اللحظات الباقية يمسكها ويفطر بعد ذلك، ولا شيء عليه في هذا. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. البعض يقول أنه إذا أخطأ فعليه أن يقضي يوما مكانه، وأنه لا إثم عليه لأنه فعل ذلك ليس على العمد وإنما على الخطأ. وبعضهم يفرق بين بقاء الليل وذهاب النهار، يقول: إذا أكل أو شرب ظنا بقاء الليل فلا شيء عليه، وإن أكل أو شرب ظنا ذهاب النهار فإنه عليه أن يقضي يوما مكانه. والتفريق هنا أصولي من ناحية أنه يحمل على الأصل، فالأصل بقاء الليل في الليل، الأصل بقاء الليل، فإذا أكل أو شرب فمعه دليل وهو الأصل. وأما في النهار فالأصل بقاء النهار، فإن أكل أو شرب فقد أكل أو شرب في النهار، لأنه الأصل بقاء النهار، فعليه أن يتأكد تماما أن النهار قد ذهب. فلكن الإنسان قد يتحرى وقد يتأكد، لكن يصل في النهاية إلى أن الشمس قد غابت إذا سقطت خلف جبل أو مرتفع أو شيء من هذا، وغلب على ظنه أنها ذهبت. ففعل عمر رضي الله عنه أنه قال: ما تجانفنا الإثم، ما تجانفنا الإثم. وأن الإنسان مش ملزم بأن يؤخر الفطر، مش ملزم، بل هو مطلوب منه أن يعجل الفطر، وبالتالي إذا غلب على ظنه أن الشمس ذهبت عليه أن يعجل الفطر. وهو لو مأمور بالتأخير كان ممكن يحمل على ذلك، نقول له كنت تأخر لأن أنت مأمور بتأخير الفطر، لكن هو مأمور بالتعجيل. وعندما غلب على ظنه أنها غابت أفطر ثم تبين له طلوع الشمس، هيبقى في كل الأحوال هو ليس عليه إثم. لكن هما العلماء في اختلافهم في قضاء اليوم ده، هل يقضيه أم لا؟ فالعلماء فيه مذاهب، المذهب الأول أنه عليه القضاء، والمذهب الثاني أنه ليس عليه القضاء، والمذهب الثالث التفريق بين من أكل ظنا بقاء الليل ومن أكل ظنا بإيه؟ ذهاب النهار. فالأول لأنه معه الأصل والأصل بقاء الليل، والثاني الأصل فيه بقاء النهار، فيفرقون بينهما. والصحيح أنه لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فإذا أكل أو شرب ظنا بقاء الليل أو ذهاب النهار أنه لا شيء عليه في ذلك. باب في الوصال، اللي هو مواصلة الصوم أكثر من ساعات الصوم، إنه يواصل اليوم والاثنين والثلاثة، يواصل اليومين والثلاثة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يعني ربما يمكث الأيام يومين ثلاثة لا يأكل صلى الله عليه وسلم ولا يشرب، فيواصل الصيام. فهم كانوا يريدون التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
يريدون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وأطعم وأسقى دي الاحتمال فيها إنه إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرزق قوة بحيث تقوم مقام الطعام والشراب ويستطيع الوصال، وإما أنه هو يطعم ويسقى حقيقة، يعني يأتيه طعام من عند الله يأكله ويشربه. لكن لو كان الأمر الثاني أن يأتيه طعام يأكله ويشربه، يبقى مش مواصل، يبقى هو إيه؟ مش مواصل. فزي مريم مثلا كان يأتيها الطعام والشراب وكذا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلو كان الأمر كده بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش مواصل، يبقى بيأكل ويشرب. لكن الحقيقة أنه لا يأكل ولا يشرب، لا يأكل ولا ولا يشرب، إنما يرزق قوة بحيث يستطيع أن يستمر في الصيام اليومين والثلاث. وهذا ليس متاحا لكل أحد، ما هوش متاح لكل أحد. والحديث ده فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، يعني رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة، يقول: إني لست كهيئتكم، عشان يهون عليهم كمان، هم عايزين يعملوا زيه. هم المسلم المفترض أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يتأسى به وأن يفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون أن يفعلوا مثل فعله. النبي صلى الله عليه وسلم بيهون عليهم، يقول لهم: لا ما تعملوش، لأنهم هيهلكوا لو عملوا، هيهلكوا. وبعدين بيبين لهم، بيقول لهم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. أنا بأطعم وأسقى، أنتوا مش هيبقى كده. فهذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقتي بهذه الأمة، وشفقتي بهذه الأمة. وفيه معاني أخرى، وهي أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، منها ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخلقة، يعني في قيامه، في قعوده، في مشيه صلى الله عليه وسلم، فهذه خلقته صلى الله عليه وسلم. في هذا ليس فيه يعني شيء من الايه، ليس فيها شيء من التأسي، ولكن لو فعلها الإنسان على أنه يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا بأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك على جهة التشريع، ما عملش الأعمال دي على جهة التشريع. وهناك أعمال يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع، وهي الأصل في أفعاله وأقواله، أن الأمة داخلة في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، أن الأمة داخلة في فعله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم. فده الأصل. وفي أعمال الأمة ليست داخلة فيها، خاصة به صلى الله عليه وسلم، مثل الوصال في الصيام، مثل جمعه بين تسعة أزواج صلى الله عليه وسلم، فده أمر خاص به صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحد، لا يشاركه فيه أحد، مثل وجوب قيام الليل عليه صلى الله عليه وسلم. غير إحنا في الفعل ده ممكن نتأسى به على جهة الاستحباب، إن يبقى لينا على جهة الاستحباب نتأسى به، لكن هو واجب عليه قيام الليل صلى الله عليه وآله وسلم، يجب عليه أن يقوم الليل، وهو يباح له الجمع بين التسعة أزواج اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهن عنده عليه الصلاة والسلام. الوصال في الصيام هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فدي أحوال خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيه أحد. إحنا دي لا نشارك فيها. وفي أعمال جبلية اللي هي من خلقته صلى الله عليه وسلم لا يقصد بها التشريع، لا يقصد بها التشريع، فدي الأمر فيها مباح. لكن الجزء الثالث هو الجزء الذي نتأسى به صلى الله عليه وسلم فيما نحن مأمورين به من قول وفعل ومن النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار، يعني من قول وفعل وإقرار، فده إحنا متعبدين بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فالوصال ده عمل خاص به صلى الله عليه وسلم. ولما أحب بعض الصحابة أن يواصل النبي صلى الله عليه وسلم، واصل أياما فظهر هلال إيه؟ شوال. يعني في الآخر كده لقاهم بيواصلوا معاه، كل يوم، كل ما يواصل يومين ثلاثة يلاقي ناس بتواصل معاه، فجي يواصل في آخر الشهر، يواصل على طول، فظهر هلال شوال. فده اللي كان رحمة ليهم، إن هم انقطع الإيه؟ الصيام. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يواصل بهم حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إليه، في إنهم لا
يتأسون به في فعل نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم مش بيقصدوا النهي، بيقصدوا ان هم يريدون ان يحصلوا على هذا الفضل العظيم اللي بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالوصال منهي عنه، يعني لا يجوز الوصال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اباحه الى وقت السحر، يعني من اراد الوصال فاقصى حاجه ممكن يواصل الى وقت السحر، وان كان تفوته فضيله وهي التعجيل بالفطر، وهي التعجيل بالفطر والاخذ برخصه الله سبحانه وتعالى للعباد، لان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، وان الانسان اذا فعل هذا الامر فانه يوشك ان يصاب بالعنت والمشقه والتعب. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل. قال: نعم. قال: صم يوما من كل شهر. قال: أطيق أفضل من هذا؟ قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أطيق أفضل من هذا؟ قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من هذا؟ قال: لا أفضل من هذا. قال عبد الله: فلما كبرت وكنت لا أستطيع أن أواظب على ذلك تمنيت أن أكون قد أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ممكن يصاب بالمشقة والعنت، وبعدين لو وصل الإنسان بأنه ندم يبقى هدم كل اللي عمله. لو وصل أنه ندم على العبادة اللي عملها يبقى هدم كل اللي عنده. فأنت لا تصل بنفسك في حالة التعب إلى حالة تندم فيها، في حالة تندم فيها تقول لو أفعل كذا، لو كذا، لو كذا، فتندم على ما فعلت من الخير، فيكون فيه ندم من الإنسان على ذلك فيذهب أجره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد: يا رسول الله، أرى أني مفارق للحياة وأريد أن أجعل مالي كله في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالنصف. قال: لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير يا سعد، إنك إن تترك أولادك أغنياء خير لك أن تتركهم على يتكففون الناس. فعاش سعد، يعني سعد عاش وفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم مات قبله وفتح القسطنطينية وأصبح صاحب قصور وكذا، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا. طب كان هيعمل إيه لو تصدق بكل ماله؟ عاش بعد ذلك زمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل سعد بياما بكثير يعني. فماذا كان يفعل سعد إذا تصدق بكل مالي؟ كان ممكن يتكفف الناس، كان ممكن يندم يقول يا ريتني ما تصدقت، ما كنتش طلعت، ما كنتش عملت. ها؟ فلذلك الإسلام دين واقعي، الإنسان دين واقعي، ودين يعني لا يحب لا الغلو ولا التفريط، لا الغلو ولا التفريط، يعني لا تشدد على نفسك ولا تفرط، ولكن كن بين ها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني تبقى بخيل شحيح ولا تبقى راجل ايه مسيبها، تبقى وسط، تنفق ولكن تحسب لنفسك ولولدك ولكذا ولمستقبلك ومستقبل أولادك تجعل له، ومع ذلك لا يمنعك ذلك من النفقة، لا يمنعك من النفقة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما قالش ما تاكلش، لا تاكل وتشرب وتاكل وتشرب زي ما انت عايز، لكن لا يكون هناك اسراف، لا يكون هناك اسراف في الايه في الطعام. نعم الحركه العفويه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس فقام أو مشي أو تقدم خطوات أو كذا أو شيء من هذا، دي أفعال جبلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر فأراد أن يقضي حاجته فنزل قضى حاجته على جانب الطريق، نروح إحنا في جانب الطريق ده في الحتة اللي قضى فيها حاجته نقضي حاجتنا؟ لكن في جزء من التأسي إيه؟ أنه غاب عن الناس ببدنه، أو ده تأسي. إن استتر ده نوع من الإيه؟ من التأسي. لكن في الحته دي بالذات قضى حاجته، نروح احنا بالحته. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوضع نعله في جنب الباب مثلا، هل يبقى السنه ان احنا نضع نعلنا جنب الباب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل فوضعه في هذا المحل. فدي افعال جبليه، حركات عفويه، وليس المقصود منها التسنن، ليس مقصود منها التشريع.
ما هوش مقصود منها التشريع، لكن في أجزاء مقصود بها التشريع، مقصود بها التشريع. أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان لا يتنعل قائما، ده مقصود بالتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يصلي في النعل، مقصود بالتشريع، مقصود به هذا التشريع. فالثياب نفسها فيها نوع من التشريع، انه احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، يبقى ممكن يكون احب الثياب الينا القميص. لكن السنة في ذلك سنة وصفية في الثياب، ان تكون الثياب ساترة، ان تكون الثياب فضفاضة، ان تكون الثياب لا تشبه ثياب النساء، ان تكون كذا، تكون ثياب وصفية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس كل الثياب المتاحة في عهده، لبس القميص، لبس الإزار والرداء، لبس السراويل، لبس القباطي، لبس القميص العماني والجبة اليمانية، كل اللي كان متاح لبسه، يعني كل ما كان موجود في عهده لبسه، لبس حلة صلى الله عليه وسلم. إذن احنا بنلبس كل المتاح، أيضا نلبس كل المتاح، بس في ضوابط، اللي هي ضوابط التشريع نفسها، ان ما يكونش الثوب يصف العورة او يشفها، لا يصف العورة ولا يشفها، ده ضابط في هذا الامر. ان بالنسبة للرجال ما يكونش الثوب يشبه النساء، وبالنسبة للنساء ما يكونش الثوب يشبه ثياب الرجال، ما يكونش فيه تشبه بالكفار في الثياب. بالنسبة للمرأة بيزيد الا يكون معطرا، الا يكون مزخرفا، الثياب ما تكونش مزخرفة أو معطرة بالنسبة للنساء. ولكن بقية ده المرأة تلبس بقى، تلبس إيه؟ تلبس أسود، تلبس أبيض، تلبس أخضر، تلبس بني، تلبس أزرق، تلبس اللي تلبسه، ما فيش لون. إحنا في مواصفات للإيه؟ في مواصفات للثياب. فالأفعال إما أن تكون أفعال جبلية، وإما أن تكون أفعال خاصة به صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون أفعال مقصود بها التشريع والتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما، بال قائما وقاعدا صلى الله عليه وسلم، أتى سباطة قوم فبال قائما، مكان بيلقي فيه الناس القمامة بتاعتهم، فبال قائما صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث. أما حديث عائشة أن من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما لا تصدقوه، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاعدا، فده على ما رأت هي، أنه كان في البيت لا يبول إلا قاعدا. لكن حديث حذيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، والحديث صحيح أنه أتى سباتة قوم فبال قائما. فالبول قائما وقاعدا جائز بشرط أمن الرشاش، بشرط أن الإنسان يأمن انه ياتي عليه رشاش البول. طيب ماشي. لا، ما اذا قال المؤذن الله اكبر دخل الوقت، لانه المؤذن يقول الله اكبر بعد سقوط قرص الشمس. بس قدر انت في مكان ما فيهوش اذان تعمل ايه؟ ما تفطرش ولا تأذن انت؟ أذن بدري بقى. فهذا فيه النهي عن الوصال. وجاء الحديث ايضا، قال ابو داود حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا قتيبة بن سعيد ان بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني، إني لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وإن كان ولا بد مواصلا فأقصاه إلى وقت السحر، لأن الإنسان قد يأتي يفعل شيئا يريد به زيادة التعبد،
فيحدث له من الفتور والتعب ما يقصر فيه عن الواجب. يعني مثلا لو الإنسان ذهب يلاقي عدوا وفي يوم شديد الحرارة وهو صايم وراح في الحرب وصايم صيام نافلة، يعني صايم يوم الاثنين مثلا والحرب يوم الاثنين والجو شديد الحرارة وهو شايل متاع ولابس خوذة حديد وبعدين صايم، هذا سيؤدي إلى هزيمة الجيش، هذا الضعف يؤدي إلى هزيمة الجيش، هنا يستطيع بهذه الكافية أن يقاتل، ما فيهوش نفس. ففي هذه الحالة هو جاي يفعل مستحب فرط في واجب، جاي يفعل مستحب فرط في واجب. طب لو واحد وصل له 3 أيام يقدر يقوم الليل؟ يبقى هيتكاسل عن عبادات أخرى ممكن كان بيؤديها لما بيفطر في الوقت المغرب، بيفطر كده ويشرب مية والعروق تبتل وجسمه يلين والمفاصل بتاعته تلين، ما المية دي لها أثر على مفاصله، يقدر يقف يصلي في الليل ما شاء الله أن يصلي، لكن حيواصل هو يوصل له 3 أيام ما يقدرش يصلي بالليل ولا حتى يقدر يتحرك، وممكن يغمى عليه وممكن يهلك في مثل هذا الأمر. نذكر هذين الحديثين وننهي بهما إن شاء الله تعالى. باب الغيبة للصائم، باب الغيبة للصائم. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، حتى وإن كان فيه هذا، حتى وإن كان فيه هذا الأمر، لكن يكره أن يذكر به، يكره أن يذكر به، فهذه الغيبة. أما ذكرك أخاك بما ليس فيه فده بهتان، كذب عليه، ده كده كذب إيه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال فإن كان في أخي ما أقول، قال فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني كذبت عليه، فقد كذبت عليه. فالغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره حتى لو كان هذا الأمر فيه، لأنه بعض الناس بيحاول يبرر لنفسه يقول لك أنا قلت حاجة مش فيه، ده هو فيه كذا وكذا وكذا وهو فيه فعلا هذه الأشياء، لكن هو يكره هذا، يكره هذا. فالغيبة لا تجوز، الغيبة لا تجوز إلا في أحوال، الغيبة لا تجوز إلا في أحوال، منها رفع الشكوى لمن بيده رفع الظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. إن ده يروح يقول للقاضي، يروح يقول للقاضي إن فلان ده أخذ مالي، فلان ده أخذ مالي، فلان ده منعني حقي، فلان ده غشني، ما دي غيبة. لكن هذه غيبة جائزة لأنه يرفع أمره إلى من يرد له المظلمة، فهو في الحالة دي القاضي، أو ممكن ما يكونش القاضي، يكون واحد كبير في القوم ويستطيع أن يأتي له بحقه فيشتكي له إنه فلان كذا وكذا وكذا وكذا. وفي الخطبة، في الخطبة إذا سئلت رجل متقدم لامرأة وأنت تعرف فيه من الخصال الفاسدة كذا وكذا، فإذا سئلت عليك أن تذكرها، وهي وإن كانت غيبة لكنها تدفع ضررا عن المسلمين، فهذا في هذه الحالة يجوز. إن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبو الجهم تقدم لخطبتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، إما أن يكون درب للنساء أو كثير السفر، يعني احتمال العصا دي تحتمل الأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أن لا تاخدي لا ده ولا ده، ده صعلوك لا مال له ما عندوش حاجة، والتاني درب للنساء أو كثير السفر مش هيصلح للزواج. ففي هذا ممكن الغيبة هنا في النصح، في النصح، وبرضه في الشراكة في التجارة أو في البيع والشراء، واحد عايز يشارك واحد بواحد يقول عايز شاركني وهدفع له فلوس وكذا وهو نصاب، فأنت لو كتمت هذا
ضيعت مال الايه الراجل. فاول ما يجي لك تقول له لا ما تشاركوش، الراجل هذا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، مالك يضيع اذا فعلت. ففي هذه الحاله ممكن يجوز الايه الغيبه في هذه الحاله اللي هي في حاله النصح، في حاله النصح يجوز الغيب. فدي الحالات محدوده جدا يعني في اباحه الغيبه، ودي للمصلحه، دي لمصلحه المسلمين، اما في غير ذلك فلا يجوز فيها. قال ابو داود رحمه الله حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، المراد بالزور كل الباطل، كل الباطل، ويبقى قول الزور الايه الكذب من قول الزور، شهادة الزور من قول الزور، الغيبة من الزور، النميمة من الزور، الغناء من الايه من الزور، التمثيل ده بالكلام ايضا من الزور. والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور، واذا مروا باللغو مروا كرام. فالزور كناية عن الباطل، فهم لا يشهدون الزور ولا يقولون الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني والعمل بالزور، العمل بالزور بقى العمل بالباطل يشمل جميع الايه المعاصي، فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. طب هو بيترك الطعام والشراب ليه بالنهار؟ يعني انسان بيصوم ليه؟ بيشيب الطعام والشراب والجماع ليه؟ طاعة لله مش كده؟ واعتمارا بأمر الله سبحانه وتعالى، ولأن الله حرم الأكل والشرب والجماع في هذا الوقت. طب أنت بتيجي تفطر، تفطر على الدخان، على السجاير مثلا، يفطر على المخدرات، يفطر مثلا على اغتياب الناس، على الكذب على الناس، على أكل أموال الناس بالباطل، بالرشوة، بكذا. طب يبقى الإنسان عنده فصام. إذا كنت أنت تعبد الله بالامتناع عما حرم، فينبغي أن تمتنع عن كل ما حرم الله. عشان كده هنلاقي آية في آخر آيات الصيام اللي هي قول الله تعالى إيه؟ ها؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يبقى إذن يدخل في الصيام الامتناع عن الباطل، الامتناع عن الباطل قولا وفعلا، امتناع عن الباطل قولا وفعلا. صحيح ان هو مش هيؤثر في صحة الصيام، لكن سيؤثر في اجر الصيام. واحنا قلنا ان انت هتبقى زي الواحد اللي راح الشركة اشتغل طول اليوم، واشتغل ما كتبش غياب لانه ما غابش، يعني ما فيش في السيرك بتاعه انه غاب اليوم ده، بس مخصوم اليوم ده، ملوش عليه اجر، اتخصم، معلوش اشتغله ومش مكتوب غياب، مكتوب حضور بس ما عليهوش اجر. فانت يوم القيامه مش هتطالب بانك ما صمتش، لا انت صمت وسقط عنك الفريضه، بس تيجي تقبض مفيش قبض، لانه هذا ذهب. حكي النبي صلى الله عليه وسلم امراه كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهي تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. يبقى راح الصيام وراحت الصلاه وكذا. فاذا هذا قول الزور والعمل به يضيع أجر الصيام. الحديث الأخير قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصيام جنة، إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم إني صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، وفي رواية كجنة أحدكم في القتال. الجنة هي الدرع، الدرع اللي هو بيتترس به الإنسان يصد به السهام والسيوف اللي بيمسكه في إيده ده اسمه جنة، يستجن به. وأصل مادة جن الجيم والنون هي مادة الخفاء، فلما جن عليه الليل ستر، الليل ستر، فكل الأشياء المستورة تدخل في مادة جن،
تدخل في مادة جن، ومنها الجن لأنه إيه؟ مستور، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فجن وجنة وجنة وكل ما كان في هذا بحرف الجيم والنون، كل ده يدل على الستر والخفاء. إيه؟ والجنة لأننا مستورة عننا. نعم. فالصيام جنة كجنة أحدكم في القتال. فالجنة ممكن تبقى ستر، وأصل المعاصي، أصل المعاصي تستر ثم تمحى، تستر ثم إيه؟ تمحى. فهي يعني تغفر وتكفر، تغفر وتكفر. فالأصل أنها يعني الأول يسترها ربنا سبحانه وتعالى على العباد ثم يمحوها، يسترها على العبد، يعني العبد يفعل المعصية لو شاء الله لفضحه، بغض النظر انه هيمحوها له بعد كده ولا مش هيمحوها، لكن يسترها عليه، يسترها عليه. وكل واحد فينا عنده معاصي ربنا ايه؟ سترها عليه. عشان كده كان بعض السلف يقول لو ان للمعصية رائحة كريهة ما طاق احد ان يجالسنا، لو المعصية دي بتعمل ريحة كريهة كانش حد يطيق يقعد معانا، لان كل واحد هيطلع منه ايه؟ روائح، كل واحد فينا هيطلع منه روائح. لكن ربنا بيسترها، يسترها وبعدين يمحوها، يسترها ثم يمحوها. فيقول في الحديث الصيام جنة، الصيام جنة يعني وقاية للإنسان من النار وستر للإنسان من النار، كجنة أحدكم في القتال. إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. الرفث أحيانا يطلق على الجماع، وأحيانا يطلق على المعصية عموما، المعصية عموما، ويطلق على الفواحش، وأحيانا يطلق على الفحش في القول، وأحيانا يطلق على الفحش في القول. فهنا فلا يرفث ولا يجهل، فيعني الإنسان ما يأتيش بفاحش الكلام من السب والشتم واللعن والألفاظ القبيحة وغير ذلك، فلا يرفث ولا يجهل. الجهل من نفس القريب من الرفث، يعني الإنسان يجهل يعني يسب ويشتم ويقابل الإساءة بالإساءة، وهذا من الجهل. فيقول فإن جهلتم علينا جهلنا فوق جهل الجاهلين، فيقول له أنت ابن كذا، يقول له أنت ابن ستين كذا، فهذا فوق جهل الجاهلين. يعني فهذا اللي هو الجهل، فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، فليقل إني صائم مرتين، فليقل إني صائم إني صائم. قيل أنه صائم الأول، إني صائم يذكر نفسه إن الصائم ما ينفعش يتلبس بهذه الأشياء النواقص، لأن المتعبد بيبقى بحضرة الله. فإحنا لو تصورنا إن في واحد واقف قدام الرئيس الجمهورية، ها بيبقى واقف ايه؟ اخر شياكة، ويطلع احسن عبارات، حتى لو حد شتمه مش هيرد، هيتجمل في الايه؟ في الكلام، لانه واقف بحضرة رئيسه او رئيسه او حتى من يحبه. فاذا كان انسان بحضرة الله فلا بد ان هو يكون في غاية الايه؟ في غاية الادب، في غاية الادب. كذلك الانسان اذا كان في الصلاة، اذا كان في الحج، ها الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن الإنسان كل ما يكون في العبادة بيبقى بحضرة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد يكون على أعلى مستوى من الأدب والاحترام، فلا يرفث ولا. طب واحد شتمه، فإن امرؤ شتمه أو قتله فليقل إني صائم إني صائم، يذكر نفسه الأول إن هو متلبس بعبادة، ما ينفعش إن هو يبقى يرد فيها على الإنسان. يعني لو واحد بيصلي واحد شتمه يرد عليه وبيصلي؟ ها؟ ونافلة يرد؟
لا لا، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، سواء كانت نافلة أو فريضة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهو لو في الصلاة ما ينفعش يرد لأنه متلبس بعبادة. وبالتالي أيضا الإنسان إذا كان في صيام أو في حج أو كذا، فإذا سبه أحد أو شتمه فلا يرد عليه. إيه؟ طيب، فيقول فالأول يسمع نفسه والثاني يسمع المشاتم إني صائم، علشان أنا مش حجريك في هذا السب، وبالتالي لعله ينزجر إنه يستشعر النقص في نفسه إنه هو ممكن كمان يبقى صائم اللي شتم ده، فيستشعر ذلك فيرجع عن المشاتمة. يقول واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به، بل كل أحد مثله في أصل النهي عن ذلك، لكن الصائم آكد، يعني أنت ما تشتمش في أي وقت، بس في الصوم يتأكد ذلك. فليقل لصاحبه نطقا من لسان يرده بذلك عن نفسه، والوجه الآخر أن يقول ذلك في نفسه، أي ليعلم أنه صائم فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه لئلا يفسد صومه ولا يحبط أجر عمله. فالإنسان بيذكر نفسه ويذكر اللي بيشتمه أنه هو صائم، فعلشان التاني يستحي ويرجع ولا يتمادى في هذا، ويعرف ان انت مش هتكمل معاه، وانت لو شتمته هو شتمك انت رديت عليه، يبقى انت فتحت باب الايه؟ الزيادة في المشاتمة. اول ما انت بتقول له اني صائم خلاص بيحس ان الباب اتقفل، فبيكف هو عنك في ذلك. انا اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.